فوق الوصف بصراحة. وركلة البداية. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. محمود كهربا. كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. تمريرة جميلة، كرة لا تصدق. كرة طولية من الحارس. يحاول أن يلعب كرة بينية. الكرة تصل إليه. يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان. يلعب كرة على اليسار ويعود بالكرة إلى الوراء. محمود كهربا. بدر بارون. عادل رامي. محمود كهربا. كرة على الجانب. كهربا يلعبها لمنطقة الخطر. الآن إمكانية المرتدة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. تمريرة قوية أكثر من اللازم. واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. كرة من جهة اليمين. محمود كهربا. محمود كهربا يلعب كرة على اليسار. كرة تعود إلى منتصف الملعب. كرة طولية في المساحة الخالية. الله ما أروعك. صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة طولية إلى الأمام. كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. كرة طويلة إلى الأمام. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها طولية. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. محمود كهربا. محمود كهربا لمسة على اليسار. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي. مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تلعب الكرة إلى الأمام. مخالفة واضحة جدا. ركلة حرة يحتسبها الحكم.
الصعبة. مرت الكرة بشكل جميل، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، حصلوا على رمية جانبية، يلعب كرة عرضية داخل 18، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. ينجح في لعب كرة عرضية، الحكم ينهي شوط المباراة الأول. ركلت بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين، 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين. بعد الشوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع، محمود كهربا، يلعب كرة على اليسار، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. التغيير، يشتت الكرة، سليماني يبحث عن زميله، مساحة خالية على الجانب، يبحث عن المهاجم، عدت الكرة، كرة إلى الأمام، محمود كهربا، كرة طولية إلى الأمام، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، أفقد الخصم التركيز، التوازن، كرة طويلة للأمام، اختراق جميل على أعتاب المرمى، ينطلق بالكرة لكنه يقابل دفاع قوي يمنع اليوم من الخطورة. يلعبها طويلة على الطرف، ضغط قوي وينجح في استعادتها، نجحوا في الاختراق، هل يمكنهم أن يسجلوا الآن؟ الكرة ملعوبة من مسافة، يلعب كرة بينية، يقطع الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، رمية جانبية، والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. لعبة عرضية إلى داخل الـ18،
يعادوا من بعيد، لكن يحتاجون إلى مزيد من الإصرار. مواصلة الضغط. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. يعيدها إلى الحارس. كرة طولية من الحارس. يحتسب الحكم ركلة حرة. كرة تصل اللاعب، لا يمكن إهداء. تسديدة، تصطدم الكرة في القائم، والآن الكرة ملعوبة للأمام. يفقد توازنه، الحكم يطلق صافرته، لكن احتساب خطأ. يتعرض لإصابة، يشعر بكثير من الألم. تمريرة بينية، أبعدوها. الرامي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يلعب كرة طويلة، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. يمر ويلعب كرة بينية. قطع مسافة كبيرة بالكرة. دفاع كبير. كرة إلى الأمام. لمسة بينية. تمريرة وحالة انفراد. مع تكرار مثل هذه الصورة، مع تكرار مثل هذه الكرات المقطوعة، واضح لدى الجميع الالتزام التكتيكي الرائع في الملعب، الانتشار الجميل. يلعبها لمنطقة الخطر. سليماني يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. رغم الاندفاع البدني القوي، الأداء الكبير، لكن النتيجة لا زالت 0-0. مباراة 0-0 أفضل من مئات المباريات بأهداف.